تتواصل لليوم الثاني حملة إلكترونية أطلقها ناشطون تحت هاشتاغ الحوثي يقتل الأطفال للتنديد بالجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق أطفال اليمن، وآخرها مجزرتها بحق المدنيين في حي المطار القديم بمدينة تعز. والأحد الماضي شنت الميليشيا الإرهابية قصفا بقذائف ثقيلة تسببت في استشهاد مدنيين وأربعة جرحى جميعهم أطفال، في أعلى حصيلة ضحايا مدنيين سقطوا بنيران الميليشيا منذ انتهاء الهدنة الأممية في 2 أكتوبر الماضي. ورغم مرور 3 أيام على المجزرة، لم يصدر المبعوثان الأممي والأمريكي والمجتمع الدولي بيانات تندد بالجريمة في مؤشر على ازدواجية المعايير لدى الأمم المتحدة إزاء ضحايا القصف والانتهاكات الحوثية بحق المدنيين. وتقول الحكومة من جهتها إن الجرائم البشعة وأعمال القتل اليومي التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين من الأطفال والنساء في مدينة تعز المحاصرة وغيرها من المدن اليمنية لن تمر دون عقاب، وأن المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيا سيقدمون للمحاسبة لينالوا جزاء ما اقترفته أيديهم الآثمة. إذن ولتفاصيل أكثر حول هذه المجازر التي ترتكبها الميليشيا الحوثية بحق الأطفال والمدنيين في اليمن وفي تعز على وجه الخصوص، ينضم إلينا عبر الهاتف الناشطة الشبابية داليا محمد. مرحبا بك داليا. إذن هناك مجازر مستمرة من قبل الميليشيا الحوثية على الأطفال وكذلك على الأحياء السكنية والمدنيين، يعني إلى متى ستبقى الحكومة تكتفي فقط بالتنديد وإصدار البيانات وكذلك الاستنكارات والتي لا تلقي لها الميليشيا أي أهمية؟ طبعا فعلا اليوم مثلا فقط الآن الساعة 3:25 دقيقة تحديد، نعم، 5 قذائف توقع على الغربية، وقعت الآن على الغربية أحد قرى مدينة تعز، بس الحمد لله أنها وقعت يعني على أراضي زراعية ما كانش فيه أضرار بشرية. اللي حاصل أنه حكومتنا الشرعية للأسف سواء الأول المتمثلة بعبد ربه واللي راح أو اللي الآن أيضا المجلس الرئاسي، الكل يتعامل مع ما يعانيه المجتمع اليمني وخصوصا المجتمع التعزي، هو وكأنه الشعب هذا لا يعنيهم. مزيد من الصمت في الأخير، إذا حكومتنا الشرعية أو المجلس الرئاسي إذا صح يعمل بيان أو تنديد، مع أنهم يعرفوا أنه الميليشيات تزداد تتعقرف تزداد إجرام، يعني لا تعنيهم، حتى أنه أيضا لما أعلنت المدن هدنة ورهدنة ورهدنة وهي تزيد في إجرامي. فدي حاصل للأسف الحكومة الشرعية في أعتقد منتظر لما يبات الشعب او تنتهي، لانه بالاول والاخير هم ما يسكنوش ما يعانوش في هذه المناطق، ما قربوش يفقدوا ابنائهم ولا احد من اعضائهم، لذلك هم ما اعرف يعني الى متى سيصلوا فعلا، متى يعني سينحازوا بالشعب. هتكته الميليشيات من قصف حصار وتشريد. نعم، إذن هناك يبدو أن هناك تغاضي من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكذلك صمت على ما يجري على أبناء مدينة تعز كذلك وعلى أطفالها وكذلك على اليمن عموما من قصف وانتهاكات مستمرة من قبل الميليشيا الحوثية، يعني برأيك لماذا يصر المجتمع الدولي وكذلك الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية على الصمت حول ما تقوم به الميليشيا الحوثية؟ للأسف المجتمع الدولي إنسانيته منحازة. أساساً المجتمع الدولي لا يعمل على مستوى متساوي من الإنسانية لدى يعني تشمل الطرفين. المجتمع الدولي يسعى لأنه يخرج الميليشيات أو يوقف بجانبه. المجتمع الدولي حوار وراء حوار وهدنة تعلن، وفقط عشان يعطى للمجتمع الحوثيين ضوء أخضر أو يستمروا فقط. المجتمع الدولي بالأخير يعني يضغط على الشرعية أو يصدر بيان، ولكن إنه هل وقف للإنسانية فعلا؟ هل وقف للأطفال هؤلاء اللي الآن مثلا القتل مستمر عليهم منذ 2015 إلى الآن؟ هل تكلم؟ يعني ما قدرت لحد الآن حتى يوقف، يعني كنا نتمنى فعلا أن يوقف وقفة جادة على الأقل حتى في إطار اللي هو حصار المدينة، المجازر عن المدنيين، مجزرة ولا مجزرة من الأطفال. لكن للأسف
يعني مزيف الإنسانية لديهم، يستخدموا لنا إحاطات فقط تمويهية، يجعلوا الحوثي يكسب مزيد فقط من الوقت عشان يزيد بقية الشعب في المدن اليمنية. نعم، فيما يتعلق بخيارات المجتمع الدولي للتعامل مع هذه الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيا الحوثية في مختلف المحافظات اليمنية وكذلك على وجه الخصوص في محافظة تعز من قتل الأطفال والمدنيين، يعني كيف يمكن لهذا الدور أن يشكل أداة ضغط باتجاه وقف مجازر الحوثيين؟ المجتمع الدولي هو يعني للاسف يعني ما فيش، رغم انه مثلا احنا كشباب او كمجتمع حقوقي او كناشطين يعني نلجا للحملات الالكترونيه، نلجا لنشر المجازر سواء عن طريق مقاطع او فيديو او صور، ننقل معاناه الناس، ننشر احصائيات، نعمل في مجال الرصد والتوثيق، على الاقل على الاقل نحاول نوصل يعني او نكشف حقيقه الميليشيات الحوثيه وإجرامية، نحاول نوصل حقيقه معاناه الناس هؤلاء، لكن للاسف حسب انه يتعاملوا مع المعلومات التي اصبحت تنشر او اصبحت تداع، يعني خلاص انه يغضوا الطرف عليها، يعني كم يا مجازر، كم يا عملنا عليها، كم يا حملات الكترونيه، كم يا توثيق، كم يا سلاسل بشريه، كم يا معارض فنيه، يعني نحاول بكل الطرق فقط عشان نحاول نكشف هذه الميليشيات ونكشف زيف الأمم المتحدة وإنسانيتها الزائفة. نعم، إذن الناشطة الشبابية كنت معنا سيدة دالي محمد، شكرا جزيلا لك. إذن ما زلنا في ذات الموضوع حول الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيا الحوثية والقصف على المدنيين والأطفال سواء في تعز أو في المحافظات اليمنية بشكل عام. ينضم إلينا عبر الهاتف المحامي والناشط الحقوقي السيد علي السراري، مرحبا بك سيد علي. إذن هناك قتلى من الأطفال وكذلك معاقين وأطفال بترت أرجلهم كما تابعت يعني معنا جراء القصف الحوثي من قبل الميليشيا، يعني كيف يصنف القانون الدولي جريمة القصف ومسؤولية من برأيك؟ أسعد الله بالخير أوقاتكم قناة من شباب والسادة المشاهدين. ما حصل في منطقة المطار مديرية المظفر من مجزرة بشعة تتعارض مع جميع القوانين الوطنية والدولية وتتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق واتفاقية جنيف الرابعة، كونها جنبت المدنيين اقحامهم في النزاعات المسلحه. وما حصل هناك في منطقه المطار القديم في محافظه تعز لهو انتهاك صارخ لتلك القوانين ولجميع الاتفاقيات، وهو من جرائم الحرب ومن الجرائم التي ترقى الى جريمه حرب وجرائم ضد الانسانيه، تستوجب العقوبه على مرتكبيها كونهم قد تعمدوا قصف المواطنين المدنيين العزل إلى الأحياء السكنية بسلاح ثقيل. هي تعلم هذه الميليشيا بأن تلك المناطق مكتظة بالسكان، إلا أنها مارست يعني عليهم العقاب الجماعي ومارست عليهم واستخدمت ضدهم ذلك السلاح الثقيل الذي هي متأكدة تماما بأنها تلك الأسلحة ستقتل عدد من المدنيين جلهم من الأطفال. لم تكن المجزرة يعني النوعية أو تلك المجزرة الجديدة، إنما هي من ضمن تلك المجازر التي ارتكبت في مدينة تعز. هناك مجزرة الكمب، هناك مجزرة الباشا، هناك مجزرة سوق الصميل، حوض الأشراف، الأشفط، منطقة الثورة، الروضة، يعني هناك أحياء سكنية عانت من تلك الأسلحة ومن تلك القذائف التي اعتبرها القانون الدولي الإنساني قذائف عشوائية يجرم استخدامها حتى ولو كانت هناك أهدافا عسكرية، علما بأن تلك المناطق التي استهدفت لم تكن مناطق عسكرية ولا تشكل أي خطر على تلك الميليشيات المحتلة التي أتت. نعم سيد علي، أنت كما ذكرت أنه يجرم استخدام هذه القذائف على المدنيين، إذا لماذا لا نشهد أي تحرك لملف جرائم الحرب الحوثية لدى محكمة الجنايات الدولية وعرض ما تقوم بها الميليشيا الحوثية من المجازر في حق المدنيين في تعز أو في مختلف محافظات اليمن؟
بطبيعة الحال نحن قد تحدثنا بل ونقلنا تلك المعاناة التي يعانيها أبناء الساعد خاصة واليمن عامة جراء ارتكاب ميليشيا الحوثي الإرهابي المدعومة إيرانيا لتلك المجازر، ورفعت تقارير حقوقية ورفعت تقارير إنسانية. نعم. شرحت تلك الجرائم والموثقة بالصوت والصورة وشهادة الشهود والتقارير الطبية، ورفعت إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن، وأشار لها المبعوث الأممي. إلا أن هناك تماهي مع هذا الملف، الملف الإنساني، ملف الحرب، الملف العسكري، هناك تماهي ملف اليمن بشكل عام. لا يتم التعامل معه بجدية من قبل المجتمع الدولي ومن قبل المشرفين على الهدنة ومن قبل المشرفين والقائمين على الحرب، حتى لا توجد حتى إدانات، لم تصدر أي إدانة بتلك المجزرة الأخيرة التي حصلت في مدينة سعد من أي جهة. هناك تقصير وهناك تماهي، وهو ما جعل هذه الميليشيات تعتاد وتستمر ارتكاب تلك الجرائم، جرائم الحصار وجرائم القصف واستخدام الأسلحة النوعية على المواطنين العزر وعلى المدنيين. تحدثنا عن ضرورة تشكيل لجنة وطنية أو لجنة من القانونيين والمحامين يقومون بمتابعة الملفات الجنائية عبر القضاء الوطني وعبر محكمة الجنايات الدولية. هذه اللجنة مهمتها ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم، كونهم يعني قد صنفوا من قبل المجلس الوطني، المجلس الدفاع الوطني في اليمن، بأنهم مجموعة إرهابية. يعني لا سيما أن هناك تقارير قد أدانت تلك الأفعال، وتقارير أكدت بأن هذه الميليشيا تمارس جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على المواطنين وعلى المدنيين، سواء بالحصار أو بالقذائف أو بزراعة الألغام، سواء البحرية أو مضادة للأفراد. هذه الميليشيات يجب أن تحاكم عاجلاً أم آجلاً. هذه الميليشيات يجب أن يعني أن تكون هناك قوة رادعة ضد هذه الميليشيات، حتى يعني لا 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 تشارك في حكم اليمنيين، وحتى لا تمر تلك الجرائم مرور الكرام. هذه الجرائم يجب أن يعني تتوقف، هذه الجرائم يجب أن يحاسب مرتكبيها، وعلى رأسهم مجرم الحرب عبد الملك الحوثي الذي يعني يتلقى تعليماته من إيران بصورة بشعة لقتل المدنيين ولقتل اليمنيين في ربوع الوطن. يجب إيقاف تلك الجرائم ويجب محاسبة مرتكبيها. الجرائم موثقة ولا تسقط بالتقادم، والجرائم تلك يعني يجب يعني رصدها وتوثيقها من قبل المنظمات المحلية ومن قبل المنظمات الدولية، ويجب على مجلس الأمن إصدار قرارات رادعة ومتابعة القرارات السابقة والدفاع عن قرارات السابقة. هناك قرارات أصدرت لكنها حبرا على ورق، وهو ما نؤكده للعالم بأنه يجب الدفاع عن تلك القرارات، ما لم فهناك يعني هناك متضررين من تلك الجرائم لن يسكتوا على الجرائم التي ارتكبت. نعم سيد علي، ما لم تتحرك الحكومة الشرعية وكذلك المجلس الرئاسي والمنظمات المحلية والحقوقية حيال ما تقوم به الميليشيا الحوثية من جرائم ومجازر مرتكبة بحق أبناء اليمن وكذلك محافظة تعز على وجه الخصوص، فلن يتم أي تقدم في هذا الملف. إذن سيد علي السراج المحامي والناشط الحقوقي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.